السعر من جد نار ب 586,500 ريال سعر حراق. لكزس بلاك إديشن اللون الأخضر الزيتي الجديد وارد سعود بهوان وكيل عمان 2021 مع الداخلية المقلب. وبسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. وتغطيتنا اليوم من معرض عماد الدين للسيارات الرياض، معرض القادسية، شارع وادي الرمى. التغطية عن لكزس بلاك إديشن وارد سعود بهوان وكيل عمان 2021 اللون الجديد الأخضر الزيتي. قبل ما نبدأ بالتغطية، يسعدني إخواني الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي جميلة متخصصة بعالم السيارات، ويمكنكم إضافة حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي سناب شات، انستغرام، طبعا تويتر، وعلى التيك توك، كلها متخصصة بالسيارات. وزي ما ذكرت السعر 586,500 ريال شامل الضريبة. لكزس بلاك إديشن ما شاء الله، ما أدري وين وصل سعره، تخيلوا هذا يعني صراحة اللي شراب 2017 2018 شراب 380,000، نفس المواصفات بس اختلاف اكسسوارات ولون داخلي خارجي، لكن صراحة نظام تعليق محركات مدري ايش نفسها. لكزس طبعا الاكس 570 سيارة SUV اعتمادية متخصصة لكافة الطرق الوعرة او المعبدة. سيارة تمشي بكل مكان صراحة، جد سيارة تمشي بكل مكان، ومن صراحة اكثر السيارات الفاخرة اعتماديا وعمليا، وهذا الشيء ما حد صراحة يتناقش فيه الا مشكك، عرفت ولا لا؟ يعني زي مثلا والله يقول لك الكامري نقدر نطلع فيها الجبل، ممكن يشكك في او عفوا ما نقدر نطلع فيها الجبل اذا كان طريق مسفلت، لا الكامري روح ركب لك كفرات حجريه واقدر اطلع فيها التلال والوديان واعبر بها الانهار. فهو نفسه هذا اللي ممكن يشكك بقدرات اللكزس الاكسر 570 طبعا بالتحديد. المحرك 5.7 V8 8 سلندر، تنفس طبيعي طبعا، اعتقد هذا اخر موديل حيكون فيه تنفس طبيعي، بعدين حيكون كله توربو. نتكلم عن 360 حصان V8 8 سلندر 5700 cc. طبعا الجير اوتوماتيك 8 سرعات تبترونيك، نظام الدفع فهو رباعي اول ويل درايف فور ويل درايف، يعني انه مشبوك كامل مع توزيع القوى اللي هو زي الدبل الخفيف، وعندنا الدبل الثقيل، وايضا فيها نظام الزحف ونظام الالتفاف 360 درجة، يعني وضعك في الأفراد ترى تمام، بس تبغى تشيل الكتات اللي عليه. طبعا سيارة سادحة، يعني ننزل هيدروليك كذا عشان يعطيها منظر، منظر سبورت، سوبر سبورت، أو عفوا هو سوبر سبورت فئة هذه، لكن هذه البلاك إديشن اللي هي أفخم، بس ما في مواصفات أفخم، لا مجرد ألوان إكسسوارات، يعني حتى ما هو والله لا إكسسوارات أكثر، لا مغيرين اللون. طيب تكلمنا عن نظام الدفع، عن المحرك، عن كل شيء في السيارة كميكانيكا، طبعاً فيها نظام الهيدروليك. الحين نتكلم عن المواصفات الخارجية. طبعاً عندنا كتات رياضية، طبعاً السيارة أكيد مطعمة بالبلاك إديشن اللي هو التطعيمات الكروم، إنه ما فيها كروم، كل شيء يجي لونه أسود، كروم فضي ما فيه، كل شيء كروم أسود أو غراي. طبعاً الشبك الجديد، أربع حساسات أمامية، غسيل أنوار الأمامية، إنارات فول LED، نور عالي واطي، طبعا 6 عدسات ما شاء الله، إشارات متحركة، عندنا كشفات ضباب LED، خاصية الإنارة عند الالتفاف كلها موجودة بالسيارة. وطبعا ديكور كشفات الضباب باللون الأسود، عندنا جنوط عملاقة مقاس 21 إنش. طبعا نوع الكفرات دلوب، مقاس الكفر بسم الله اللي هو 275 50، هذا 50 أنا ماني بشايف، إيه هذا 275 50، مقاس الجنط 21 جنط البلاك إديشن. في عندنا كلمة كذا يابانية سب كذا كورو، شعار ياباني ما أدري وش معناها والله ما أدري، بس موجود عليه. عندنا إشارات بالمراية، طبعا المرايات الكروم اللي فيهم طعم بالكروم، طعم باللون الأسود، قال كروم طعم بالكروم ما أدري ليش، منو جايبها. زيق كروم جانبي باللون الأسود، طبعا وطاية جانبية، مقابض الأبواب فيها تطعيمة باللون الأسود، إطارات النوافذ كذلك بدل الكروم مستخدمين اللون الأسود. فليش بلاك إديشن؟ عشان كذا بلاك مليان، سقف احنا السقف جاي باللون الأسود مع وجود الجناح الخلفي. أذكر زمان من 2007 وتحت كان لكزس يجي بدون جناح خلفي، روحوا نركبونه، من 2008 صار يجي جناح خلفي أساسي. طبعا الإشارات متحركة خلفية، إنارات فول LED، حتى الإنارات تختلف عن الفئة العادية، تجي شفافة تحتها أسود عشان يبين لك أن هذا بلاك إديشن. أيضا تطعيمات عليها باللون الأسود،
شعار لكزس، تطعيم الكروم باللون الأسود، حتى من تحت الأسود. لا أنا من جد، مثلا كذا على السريع بشرح لكم، بنروح على السيارة الثانية اللي هي العادية بوريكم مش معنى الكرومات تجي باللون أسود. لاحظ هنا أسود، هنا أسود، وهذه أسود. فنروح للثاني اللي هو السوبر سبورت العادي، لا تطعيمات كروم عادية، تلاحظون ما يحتاج يعني واضحة. لا صح، الشمس ضاربة بالكاميرا فما توضح، لكن هذه فهمت الحركة، كل شيء كروم، حتى هذه الأزياق كروم كذا فضي. فحط لك بلاك إديشن، لا مو مواصفات جماعة صادقين، يعني تلوين لون أسود. طبعا سعة خزان الوقود 138 لتر، الهوك الخلفي 4 حساسات خلفية. نفتح الشنطة، ليش ما شغالة كهرب، يعني مو مضغوط زر الكهرب. عموما هي شنطة كهرب، استأكد. ايوه مو شغال الكهرب، ليش مو شغال الكهرب؟ في زر جوا السيارة يحول لك اياها يدوي، حاليا هي على وضعية اليدوي. تروح لداخل السيارة، بسم الله، في عندنا الزر هذا تضغطها خلاص يحولها كهرب. ففي ناس يقول لك لا ما ابغاها كهرب، ابغاها يدوية عشان تكون عملية اكثر. ليش؟ انا ما ضغطت على الزر الصحيح ولا وشو؟ انا ضغط الزر الصحيح. انا فتحت زر الشنطة. لا غلط، انا ضغطت الزر هذا، لا اضغط الزر هذا اللي هو باور. خلاص كذا مية مية. شوفوا انا ضغطت زر اللي يفتح الشنطة ويسكرها، لا في زر اسمه باور يفتح الكهرب ويسكر الكهرب. طيب على فكرة بس الشنطة الخلفية من فوق تفتح، الباب اللي تحت لا يدوي، بس المرحلة الأخيرة في التسكير يكون شفط. الحين مثلا شوفوا استخدم يدوي، وهذه مرحلة الشفط. طبعا هذا صندوق الأسود حق الجيب، بس مو زي حق الطيارة، لا فكرة انه في أغراض السيارة الأساسية، مثلا في فرارات للمسجل، اكسسوارات جوا الصندوق هذا لسه ما انفتح، لاحظوا جديد مقفل. طبعا هذه برات في السيارة شكل كلاسيكي. ليش اقول لكم هذا الكلام؟ لان بعد شوي ندخل السيارة بنلاقي في بعض القطع ما هي موجودة لانها موجودة هنا. طبعا الكراسي خلفية كهربائية تنزل تطلع الى اخره. صراحة لو في عامل فاضي كان خليته يفك الصندوق يركب القطع، لان صراحة متعب شوي. في ناس يقول لا خلي راعي السيارة اللي يشتريها، لا راعي السيارة اللي يشتريها يزعل يوم يشوف الصندوق زي كذا، لان صراحة فتحة الصندوق بانسة ودنيا، يعني يبغى لك تجيب كماشة وتتعب فيه وانت تفتحها. صرفية الوقود كالعادة سيء جدا، 8.2. طبعا نوع البنزين 95 كان اللي مسجلينه، مع ان 2017 كان مسجل 91، نفس المحرك ما تغير، بس ايش الاسباب ما ندري. الحين خلينا ندخل داخل السيارة. طبعا مفاتيح السيارة ذكية للدخول الذكي والتشغيل الذكي، وفيها خاصية التشغيل عن بعد، وايضا فيها سيارة كرت ذكي للدخول الذكي. الدخول ذكي من جميع المنافذ، مجرد تلمس اي باب يفتح القفل. طبعا هذه السيارة من الداخل، هذا اللون الاحمر المقلم، طبعا هذا اللون الرياضي، صراحة اللي يبحث عن لون رياضي هذا هو اللون الرياضي، لان تلاحظون فيها تقليمه باللون الاحمر، وايضا فيها الدايموند اللي يجي بخاصي، طبعا ما يجي الا على فئه البلاك اديشن حاليا. طبعا الفرشات المنقشه زي ما تشوفون، هذه فرشات وارد سعود بهوان وكيل عمان، يعني فرشات البريمي. من الخلف الشاشات، التحكم الخلفي للتكييف مع تبريد المقاعد الخلفيه، طبعا فتحات تكييف خلفيه، وعندنا هنا منافذ الطاقة وحق الشاشات إلى آخره. التكييف الخلفي اللي هنا يتحكم بالسقف، اللي هو مكيف يعتبر منفصل عن الأمامي، لكن فتحات هنا لا تابع المكيف الأمامي. عندنا ستائر جانبية يدوية لازم تلاحظون، طبعا ما دام تشوف فيها سماعات تعرف ان فيها نظام صوتي الفاخر مارك ليفنسون اللي يجعل فئات الفل كامل. إضاءة ليكزس، كرسي كهربائي، بس من تحت الظهر يدوي، بحكم ان السيارة هذه فيها صف ثالث، سيارة 8 مقاعد، فلازم يكون يدوي عشان تكون حركة الدخول والخروج بشكل اسرع للركاب الخلفية. طبعا هذه هي تويوتا، يعني ما شاء الله احنا بشهر 12 وسيارة تصنيعها شهر 10، لسه سيارة جديدة، يعني لا يجي واحد يشم ريحة البوي يمكن يلقاها. طيب بسم الله ندخل. طبعا في ناس يقول لك هيد اب ديسبلاي، هذه اسمها بروجيكتر عشان الناس تفهم، هيد اب ديسبلاي ما راح يفهم. ليش؟ لان احنا يعني صراحه نفهم بروجيكتر خلاص، اللي هي شاشه العرض، النقل
كذا سمعت الاعتاد يعني مثلا والله الناس يسمونه سكان دركسون الى اخر مقود. طبعا احنا نقول بالعاده دركسون هي ماشيه اكثر، وفي ناس يقولون سكان، لكن احنا ماشي عندنا دركسون وهي باللغه العربيه مقود، فما لها دخل على حسب ما تفهم. خاصه انا صراحه احاول افهم المتابعيني اللغه اللي المتابعين طبعا نفس كلامي نفس اسلوبي، يعني مثلا ما شاء الله اغلب المتابعين من المملكه العربيه السعوديه فيفهمون على لهجتي، نفهم على بعض حكم لهجتنا واحده. لكن في ناس سبحان الله يبغى يتفلسف زياده، يعطيك كلمات انجليزيه ما راح يفهمها بسرعه. فانت كواحد مثلا تنقل معلومه وحاب تكسب الجمهور اللي حولك، اعطيها الصح باللغه الصحيحه، او عفوا مو باللغه الصحيحه، هي باللغه الصحيحه هو اللي قاعد يقولها بس ما راح نفهمها، فاعطيها باللغه العاميه عشان الناس تفهم. هذه الفكره. يعني جنوط راح يقول لك رنقات، لا هي جنوط رنقات ما راح يفهمها اي واحد. طيب الزجاج كهربائي اوتو لمسه واحده، مرايه كهربائي بخصطي الاوتو، طبعا فيها خاصية الطي وفيها الاوتو اللي هو اذا نزلت من السياره تقفل، ذاكره تخزين كرسي السائق فقط مع الربط مع دركسون السياره اللي هو بحركه كهربائيه تلسكوبيه، فورميك التخشيب اللي على الابواب كذلك على الدركسون، على ديكور الجير، على طبلون السياره. طبعا هذا حسب معلومات اللي عندي انه خشب طبيعي بس معالج عشان يكون عملي اكثر. وضعيه الانوار الاوتو عشان اذا ضربت عالي في الخط وجاء واحد في الجهه المقابله ما ينزعج، تطفي له جهه معينه. وعندنا هنا غسيل انوار، طبعا لا هنا ما تطفي، الظاهر تطفي كل الانوار، في شركات لا تطفي بس الجهه اللي رايحه هناك، هذا يطفي الانوار لين ما يروح الرجال بعدين ترجع عالي. غسيل انوار الاماميه، هدب ديسبلاي هذا زر البروجيكتر، طبعا نظام المساعدة على النزول إذا كان فيه شخص كبير في السن، ويعني نزل السيارة شوي، طبعا الهيدروليك يعني تكون كذا يصير كذا، كررت كثير هذه المعلومة. هذا زر دخلت البر عشان طفل الأرباقات الجانبية. وعندنا هنا طبعا هذا درج للكروت إلى آخره، تحكم في مستوى الإضاءة الداخلية التريب، طبعا فيها مثبت سرعة، الرادار، طبعا هذا الرادار هنا تنبيه الخروج عن المسار، لوام صوتيه مع البلوتوث والجير اف 1 خلف المقود، طبعا يصير في وضعيه الانوار الاوتو الى اخره. عندنا شاشه ملاحه مربوطه بكاميرات محيطيه 360 درجه، هذه هي زي ما تشوفون 360 درجه. اضف الى ذلك ان في نظام صوتي مارك ليفنسون، تكلمنا عن الجي بي اس وتدعم خاصيه ابل كار بلاي. طبعا عندنا هنا ساعه لكزس الكلاسيكيه، مع وجود سي دي ومنافذ يو اس بي هنا ومنفذ اي يو اكس، وكيف لمس التحكم منفصل بين السائق والراكب. طبعا شاحن لاسلكي للجوال، الجرانت الكهربائي للاسف انه ما في خاصيه الاوتو هولد لكزس. طبعا حاملات اكواب عدد 2، الفرارات هذه تكلمت عنها ما هي موجوده في السياره، تكون في الشنطه في الصندوق الاسود. طبعا الجير اوتوماتيك 8 سرعات، ممكن تتحكم عن التوبترونيك عن طريق الفن خلف المقود او الجير. طبعا ماوس تتحكم بالشاشه ما هي لمس زي ما تشوفون، لا عن طريق الماوس الموجود هنا. تبريد وتسخين المقاعد الاماميه مع نظام الزحف، هذا هو طبعا زي ما تشوفون، هذا نظام الارتفاع 360 درجه تراكشن، توزيع القوه، نظام الجر. طبعا هنا وضعيات القياده اللي هي ايكو كومفورت وكستوم ونورمال، وعندكم سبورت وسبورت بلس، هذه وضعيات القياده موجوده بالسياره. الدب الثقيل، وعندنا هنا نظام الهيدروليك، واكيد ثلاجه طبعا بالوسط مع مرايه اضافيه ضافها الوكيل سعود بهوان، طبعا ما هي جايه من المصنع لان صراحه مكانها غريب جدا. ليش ما هي جاي من مصنع يا عبد الرحمن؟ انا بطلع لازم اطلع فيها شيء، ما صراحه ما هي ما يعني امانه ما هي شكلها حقت مصنع باينه واضحه. طبعا بس عشان يعطيك رؤيه محيطيه كبيره، نفس حركه النيسان باترول، انا صراحه ما اشوف لها داعي. حتى مكانها ليش صراحه انا متضايق منها، مع انها حلوه في ناس اوه حلوه، بس انت يا عبد الرحمن الطب اللي وارد عبد اللطيف جميل، لانه يجي شد مصنع البرايمي ما يجي كذا الى اخره. فعموما شوف بالله هذا شكلها، ناظر كيف، والله ما ادري كيف، يعني ما ادري صراحه وش الفائده منها. مكانها غلط، الباترول ما تدري انه اصلا في كاميرا، بس هذه واضح انه في كاميرا، شوفوا. طيب نرجع نكمل المواصفات، هو معنا اقتربنا من النهايه. طبعا ورا السقف ال اي دي بيت النظاره، والشمسات فيها مرايه مع اناره ال اي دي، وعندنا إضافة شمسات، هذه هي مواصفات الأمن والسلامة، فرامل ABS ونظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية وجانبية،
وما شاء الله في الارباقات وعدد 8 احزمه امان، النقطه العاميه وتنبيه الخروج على المسار ورا دار وتنبيه من قبل اصطدام، كل هذه موجوده بالسياره. طولت عليكم متابعيني الكرام، ما ودي يكون المقطع واصل لهذا الرقم. ترى في اناره بانوراميه نسينا نتكلم عنها، في اناره بانوراميه باللون الابيض. الباب بسم الله ما تكون واضحه معكم، هنا تجي تحت خط ابيض. اضيف ذلك ان في سنتر لوك في باب الراكب، طبعا كرسي السائق والراكب كلهم حركه كهربائيه، بس ذاكره التخزين في كرسي السائق، الراكب ما له ذاكره تخزين، المفروض يكون له، بس يعني ما ادري وش السبب حاطينه في السيارات الصغيره. هذا دبل السياره امامي وخلصت، يعني ما ادري تستاهل سعر 600,000 من جد تستاهل ولا لا؟ شوف جو اجبتكم ما شاء الله، خاصه اللي وصل معي للنقطه هذه ما شاء الله بيكون عنده الجواب الصريح. طولت عليكم والسلام عليكم ورحمه الله.